اجي عنك. هذا هذا انا بحملها. لا يا حبيبتي يا وصال، تعرفي انه انا ما بيهون علي تعبك. ما بصير، ما بصير انت الرجال، ما بصير يشوفك بالحاله وانت حامل البيجي. هذا من جيبك. ايه صحيح تذكرت. طيب معناتها وانا راجع من شغلي بيجي لعندك على بيت امك وباخذك. ايه ايه تفرني. يا ويلي يا ويلي، حاني يا اخي، حاني ربي حاني يا اخي، صل الله الحاني. خير اختي خير، شوفي لكن سرقت انا. يا لطيف شو اللي سرق؟ طوق الذهب اللي عطتني اياه المرحومه يمه. يا علي سكرتيني بامي، الله يرحمها البيا. امك هلا وقتك انت كمان. طيب طيب اختي دورت عليه منيح؟ دورت وقد ما بدور وقد ما بدور ما راح لاقيه. لشنو انسرق؟ شو قصدك؟ اه شو قصدك؟ انا اللي سرقته؟ سمعان اختك شو عم تحكي سمعان؟ ايوه هيك قصدي تقبريني، ايه هيك قصدي، ليش في غيري؟ اختي وصال ما بتسرق. والله خليها تفتح البئجة اللي بايدها لشوف اذا هي بتسرق ولا ما بتسرق. عادي وصال افتح البئجة. تكرم عينك، تكرم عينك انت واختك. شرفي حبيبتي، شرفي انه شوفي انه البئجة ما فيها غير القمايش اللي وصتني عليها امي. شرفي يا على عيونك. وهذا شو هذا؟ يا حرامية، يا سرقة، قولي لي احكي هاتي لشو. لا انت العيشة معك خلاص ما بقى تنطق، وانت خليك ساكت، خليك ساكت ومع اختك. الله معك وصال. لك تعالوا هون. أنا عمتي عليكم. ايه لا صاري هيك الشغلة وصلت عند حدها. لو بموت، لو بموت ما بقى ارجع على هداك البيت. لك يا وصال يا حبيبتي، انت بتعرفي انه انا ما معي مصاري استكري لك بيت لحالك، وكمان ما فيني اترك اختي لحالها. لا لك هتطلعني وخليك مع اختك. ايه لا يامو، طولي بالك، الشغلة ما وصلت للطلاق. يامو طول ما اخته عم تشتغل فيني وتغلط معي رح توصل لاكثر من هون كمان. لك يا حبيبتي يا وصال الله يخلي لك، يعني هي ما غلطت معك الا بعد ما شافت الطوق بالبئجة تبعك. حلو، معناتها انت كمان مصدق اني انا حراميه. لك لا لا ما هذا قصدي، بس يعني اي واحد بيشوف الطوق تبعه ببئجتك رح يشك. ايه لا تشك تقبرني، لا تشك، ايه انا حراميه وانا اللي سرقت اختك، لهيك ما لازم طلع على زمتك ولا لازم تطلني. بس يا وصال خلص خلص سهري، روح هلا ورجع لنا ساخذها، بدي بتكون رائد. بس يا مرت عمو. ليك يا سهري اذا انت ما بدك تخسر مرتك روح هلا ورجع لنا ساخذها، بتكون رائد. طيب ليك يا مو، انا ما برجع لحتى تيجي اخته لعندي وتعتذر مني وتستسمحني وتحلف الف يمين انه ما بقى تعمل لي مشاكل. اذا ما بتعمل هيك ما رح ارجع. اخته رح تيجي لعند منك وتترجاكي، وانتي ما رح تقبلي قبل ما ينكتب البيت يا باسمك يا باسم جوزك. عم تحلمي عم تحلمي، بتموت بتموت الف موتة وما بتعملها. رح تعملها رح تعملها. شلون رح تعملها؟ اسمعي لقلك، اختي الله يخليكي سامحيه لو يصار. مامتي اختي والله انا بخاف نام لحالي بالليل. ما بدي. كرمالي. مشان الله. لك شو صار لك؟ حاجز النزن؟ بحلف حلفان ها برحمة المرحومة أمك إنه وصال ما لفوتي على هالبيت. يا أمي الله يرحمك، والله عم بشتاق لك كثير هالأيام، عم بتعب على بالي. لك أنا بشو أنت بشو؟ أختي الله يخليك يرضي عليها وسامحي اياها. عاد بتحبك انا قد بتحبها. خليها تنقبر تجي. وصال قامت عليك. امسكي يا ماما. شو هاد يا ماما؟ هذا الشيء رح يساعدك لتجيبي يلي بدنا اياه. فهمت بس يعني شو هو؟ منوم بتحطي له شوي بالشاي بتروح بسابع نومي، وساعتها بتجيبي يلي بدنا اياه من عند منه، وما بكون انا امك اذا ما برجعك معززه مكرمه لعند جوزك. الله يخلي لي اياك يا امو.
شو ها؟ هاي الورقة اللي بدنا اياها. وبعد يكون حست عليكي ها؟ ما حست انه بدنا. إذا كان استنيني لدك كملايتي ونطلع سوا. حضرتك. دكي. وهي الورقة بتثبت كلامنا يا سيدي. وانا هلا شو المطلوب مني؟ بدي اياك تجيب لي حقها لبنتي. تكرم عينك، وحق بنتك رح يوصل لعندي. الله يخلينا اياك يا رب يا سيدي ويشوفك باعلى المراتب. الله يرضى عليك. يا ابني اعوذ بالله، انا لا ممكن بنوب بنوب بيع البيت، شو هالحكي؟ انا عندي حجه انت باصمه عليها. مو صحيح هذا الحكي، مو صحيح، اسال اخي. لا اخي، لا سيدي، حضرت اليوز باشي، اختي ما رح تبيع البيت. أنا ما بفهم هالحكي بنوب بنوب، أنا بعرف بهي الحجة أنت باصمة عليها وبدك ترجعي لوصال حقها. أكيد هي لعبة وسخة منها هي وأمها، هدول الوسخين. أنت رح تضلي عنا محجوزة لحتى ترجعي لوصال حقها. قولي على أمتي، قولي على أمتي، أخي أبوسي بدك نفذني. هلا شو بدك مني؟ بدي نسكن ببيت لحالنا. وأنا ما فيني أترك أختي لحالها. إيه بعرف، بعرف إنه ما فيك تترك أختك لحالها، لهيك أنا ما رح أصفط حقي عن أختك لحتى يتسجل البيت باسمك، وتتعهدها، تتعهد إنه ما تقرب علينا ولا تعكر لنا حياتنا. روح اتفاهم مع أختك وبس تقبل ابقى ارجع خذ مرتك. ماشي. والله شكلي ظلمتها لو يصبر. طب اختي ليش هيك عملتي؟ ليه؟ ليش؟ لاني بغار منه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لك شو هالحكي لك يا اختي؟ والله ما بصير تحكي هذا الكلام. لك ولي على عيونها ان شاء الله، تلاقيها هيك عم نخشي نخشي، بعدين بصراحه بصراحه انا خفت تاخذ مكانتي بقلبك وتاخذك مني بعد ما توفوا اهلنا. لك شو هالحكي لك يا اختي؟ انت لك حصه بقلبي وهديك لها حصه وما حدا بياخذ محل حدا. امانه الله. لك ولو شو هالحكي لك يا اختي؟ ان شاء الله بتقبر قلبي. خلص وعد وعد، حصالحة وراضية، تكرم عينك. يا الله يرضى عليك. يلا وانت جاهزي حالك مشان طالعك من الكراكون. ماشي يلا بنزل. يلا معك. هاي حجة البيت، سامحيني. تقبريني سامحتك. هاي الطوب هدية مني إلك، بس أمانة برقبتك بتديري بالك علي، يعني من ريحة المرحومة. يا حبيبتي يا أبي الله ارحم برقبتك. وما شو عم بتذكر هلا، ولما قلتي ريحة المرحومة أمي تذكرت ريحتها وهي عم بتجيب لي عروسة سعد أرواح. يا الله لا تغزوني يا شباب، لا تغزوني والله، طبعا طفرت من عيني من الفرح. سمعونا سمعونا البارحة على روح أمي، سمعونا بسم الله. رحام حالك شوي، كلك لو لقمة بس. أكو ابني، ابني الملقوح بالفرشة قدامي مو قدران أعمل له شيء. قولي على قامتي إن شاء الله، يا ريت أنا اللي محله بالفرشة ولا هو. مستعدة أقطع من لحمي وأعطي بس يرجع يوقف على رجليه مثل الأول. يا رب يا رب، دخيلك خذ من عمري وأعطي، دخيلك يا رب، دخيلة خذ من عمري وعطيني دخيلة. طول بالك يا رشاد، مو ناقصني انت كمان يصير لك شيء، بكفيني واحد ان شاء الله. كون لك مو قدران، لك مو. جيبي لي شربة مي، جيبي لي شربة مي. اي يلا على العين. دخيلك يا رب اشفيني يا دخيلك، دخيلك اشفيني يا رب. لك لا تورجيني شيء اكره فيه، دخيلك يا ربي. شغل مثل ما بدك يا بني، مثل ما بدك عم نساوي. ما شاء الله بيعجبك. بس وينو هذا، وينو هذا ابو سليم المرابع؟ لك وينك يا ابو سليم؟ ناقصني هاد كمان. وينك يا مرابع يا بطيخ؟ ليكو ليكو بيان. حاتي حاتي تعال هون شوف، تعال. شو ما شفتني وقت اجيت؟ شو ضاربك العمى؟ لك ما شفتي وقت اجيت؟ لك بتركض رجل عند مني، فهمان؟ شفتك شفتك يا بيك، بس والله شعلت بيت الدنيا، الله لا يدواك اللي دايقه. حبيبي هي بده يشتغل عندي هون، بده يكون عندها، شو هي شارد ما شارد؟ مو عاجبك الشغل؟ ترك وامشي، في ألف واحد بدالك برابع، فهمت؟ لا لا عاجبني، أنت بتعرفني أنا عندها دائما، بس والله يعني
يا بيك عندي ظرف صعب بحياتي. ما بتهمني ظروفك كلها، ما بتهمني كلها ظروفك، كلها كبة بزبالة. أنا وقت بدي إياك تجي لعندي، بدي إياك تفتح مخك، عم بدفع لك مصاري، عم بدفع لك مصاري، عم بتفهم؟ عم بفهم، عم بفهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عاد تنعاد، ما عاد تنعاد. ماشي، روح لمرتك، خليها تساوي لنا كاستين شاي وهيك وشيجات فواكه، لقينا شي قعدة نعدها، يلا. حاضر يا بيك حاضر. روح يا بيك روح. روح الله يخلي لنا اياها. شو هالمرابعين هدول؟ روح لعندك روح الله يخلي لنا اياها، روح لبنك على فكرة. ابتهال؟ يا ابتهال؟ يا امو لحقيني يا امو. شوفي شباب. ابن عمي حاول ما بتخسر شيء، اضربها الطينة بهالحيط، يا بتلزق يا ما بتلزق. لك أكيد ما رح تلزق، لك أنا هذا بعرفه، صار لي حصة عم بشتغل عنده، لك هذا متجبر متكبر ما بيعمل خير ابنه. لك جرب مالك خسران شيء مشان ابنك، يعني هو معه مصاري كتير وبيعرف عالم خير الله، يعني معقولة ما يعمل خير ويكب البحر؟ خلص إذا مشان ابني هاتي لألة. يا رب الله. تسمح لي اقعد يا بي؟ عود انضرب عود. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا بي، خجلان منك. الشكوى غير الله مزل. بس مضطر يا بي، انا ابني ضعفان وما خليت حكيم بالشام الا ما اخذته لعنده. ودفعت ما فوقي وتحتي كل اللي كنت اخذه منك اجرة، ادفعه اجرة حكمة لابني. اخر حكيم اخذته لعنده. قال لي هذا لازم تاخده على اسطنبول وان شاء الله هنيك الله بيشفي لك. انا من بدي اخده على اسطنبول، ما معي ولا قرش، ما بركي بتساعدني بكم قرش لحتى اخده على اسطنبول، ووقت برجع باذن الله برجع لك ياهم من شغلي. ولك انتو ما بتبطلوا كارش حادي؟ قاعد عم تشحد على ابنها. روح انقلع مخلتي، انقلع مخلتي، روح شوف الفلاحي شو عم يساوي. يلا أمرك يا بيك. شو الناس هي؟ أمرك شو الناس هي؟ الفقير ما له غير الله، الفقير ما له غير الله، الفقير ما له غير الله. عجبك يا برها؟ كان ناقصني جحادين أنا. لك ما حدا بيغبر على سرمايتك يا بيك، بس إجانا خبر هلأ قال بدهم إياك بالبيت ضروري. أو بخير ما له بالعادة، شوفي والله ما عرفت. يا لطيف قوم شوف. يا درية يا ابتهال، لك وينكن؟ درية خانم خير خير، شوفي بعتي ولاي ولا شغلتي بالي. دخيلك الحمد ابتهال، مدري شو صار له، لا من تمه ولا من كمه. ابتهال وين هلا؟ فوق بالغرفة. يلا طيب نشوف. يا بي يا بي ابتهال، بدي علي يا بي ردي. لك شو بهالبنت؟ مثل ما لك شايف، لا من تمه ولا من كمه، مشان الله روح جيب حكيم. ايه اكيد لازم نجيب حكيم، شو الحكي هاد؟ ما في غيره الحكيم شوكة. ابتهال يا نور عيوني ردي علي يا أبو، مشان الله ردي علي. ستي هاي يا أبو إن شاء الله يا أبو. يا يا الله يا رب عليها العافية يا رب. دخيلك دخيلك يا حكيم، طمني بنتي فيها شيء؟ والله يا بيك بنتك كتير تعبانة، وأنا ما رضيت أحكي فوق مشان ما تسمع الخانم أو تسمع ابتهال. ما فهمت شو يعني؟ يعني هلأ بدنا نستنى شوي لأشوف شو النتيجة. هلأ هيك أنت خوفني كتير حكيم، ها خوفني كتير، يعني شو اللي صاير مع بنتي؟ فهمني يا بيك يا بيك، هلأ بدنا نستنى لأنه ما طالب إيدنا شيء.
يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. طول بالك طول بالك وصلي على النبي ان شاء الله بصير خير. صلي وسلم بارك عليه. طول بالك يا بيك طول بالك يا رب يا رب. مالي غيرك مالي غيرك يا رب. بصراحه يا بيك وضع بنتك ما منيح بنوب. شلون يعني مو منيح؟ احكي حكيم بعد وعدي قلبي. والله ما إلك غير تسلمها لله. اسمع حكيم، انا عندي مصاري خيرات الله ومستعد ابعتها على اسطنبول على اي بلد، المهم انه ترجع بنتي وتشفى. يا بيك بنتك ما إلها علاج، فادعي لله انه يشفيها. حكيم مشان الله احكي غير هالحكي. انا عم بحكي لك عن مرض بنتك. انا هلا رح بكتب لها على دواء وان شاء الله بخفف من الالام، بس الله الشافي، فادعي لها انه الله يشفيها. معقول معقول بنت مثل الورده بيوم وليله تمرض وتدبال؟ يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. ليش هيك عم يصير معنا؟ الا بالله العلي العظيم. قولي على قامتي، شو يعني هذا الحكي؟ البنت رح تروح من ايدينا؟ والله ما بعرف يا ابتهال، الحكيم هيك قال لي، بنتنا ما لها علاج، مرضها صعب. هذا الحكيم كذاب، لا تصدقه، خذها لعند حكيم تاني، خذها على اسطنبول عالجها، المهم بنتي تطيب. هلا عرفت، هلا عرفت ليش هيك صار مع بنتي ابتهال. وين رايح وتاركني؟ أبو سليم مشان الله سامحني، مشان الله سامحني، أنا قصرت معك، سيك هدول المصاري، روح داوي ابنك، عمل له عملية، ابعته على اسطنبول، ولك أنا بتكفل فيه بكل شيء، شو بدك أنا جاهز بسيك؟ رجع مصاريك يا بيك، رجع مصاريك. مش الحال، عاد له لزوم. شو يعني مش الحال؟ يعني دبرت حالك يعني وما عاد لازمك المصاري؟ بس معلش خدهم، لك خدهم اصرفهم على بيتك، على اولادك، اصرفهم على ابنك، شو بده ادويه جيب له سيك. ابني يا بيك، ابني مات، ابني مات، مات مات. مات يا رجال، oh.
هذا غير انه الشيخ سعيد هالفترة صاير وقت كركر كثير، يعني وحداني ما له حدا. وانت بتعرفي انه الدنيا رمضان وسفرة رمضان ما بتحلى الا بالجمعة. غير انه وضع المادي صاير هالفترة دي شوي. ايه والله يا ابن عمي معك حق. هذا اكيد مستفقد لحرمته ابنه. الله يرد له اياهم من الحج بخير وسلامة. بتعرفي شو؟ جاي على بالي اعزمه على فطور شي يوم، بلكي بنتونس فيه بأحلى سفرتنا بوجوده وبنتبارك فيه. ايه وليش لا ابن عمي؟ والله بتعمل عين العقل، الشيخ سعيد شيخ جليل ومحقاني وفوتوا على البيت بركة. ايه والله كلامك دار، فوتوا على البيت بركة. معناته بكره بدك تظبطي لي سفرة على كيف كيفك، ها؟ بدي اياها مرتبة وعلى ذوقك، بدي اعوضه عن غياب اهله فيها. ايه تكرم عيونك ابن عمي، من عيوني التنتين. الله يكرمك، يلا انا بدي اروح على الشغل، بدك مني شيء؟ سلامة قلبك مهونة. يلا السلام عليكم. مع السلامة. اللهم اني لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. شيخي كبه لبنيه ولا فريكه ولا صب لحالك؟ والله هلا بدايه صب لي كاسه تعرقسوس. ايه على عيني وعلى راسي. اه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. شراب عرقسوس هدول تازه بالريقه فيهم بسرعه. يلا ها. شو جاي ضيوف يا ابني؟ لا 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 شيخي مو ضيوف، هذا اجير المحل بس عم يجيب لي الغله، رح افتح له وارجع لعندك فورا. يلا بس لبالريقي. بسم الله. لا تواخذني شيخي من شرم الله، بس هذا اجيري متعود ما بيروح على بيته لحتى يسلمني الغله. يا عيني عليك، والله هيك احسن اجير هذا اشتغل عندك. اي والله الله يرزقك ويرزقك. لك الله يعزك يا شيخي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني لك صمت وبك امنت وعليك توكلت. شيخي أمانة الله عليك، إذا ناقصك مصاري أو لازمك شيء قل لي، ترى خير الله كثير. ها الله يرضى عليك ويزيد برزقك يا حق. يعني أنت بس لأنك افتكرتني على طاولة الإفطار هي عندي بتسوى مصاري الدنيا كلها. لا يا شيخي لا، لك أنت بركتنا وبركة الحارة كلياتها. الله يرضى عليك ويزيد برزقك يا حق. الله يخلينا ياك فوق راسنا. يلا بلش بلش. يلا بسم الله. سمي بالله. اي والله طاير عقلي من الفرح انك عم تفطر عندي هون بالبيت. الله يخلي لي اياك، الله يوفقك ويرزقك ويطلع معك الخلفة الصالحة. امين يا رب. انا من جماعة تفريكة، كبة لبنية بأجلها لبعدين باكلها. ان شاء الله بصحة وخير. زهرة زهرة. خير ابن عمي خير؟ السفرة كان ناقصة شي يعني؟ انت شلتي غلة المحل من على الطاولة؟ ليش انت كنت حاطط الغلة على الطاولة؟ انا لما بسألك بتجاوبيني مو بتسأليني؟ لا والله يا ابن عمي ما شلتها اساسا، ليش لحتى شيلها؟ وانا ما طلعت من المطبخ من وقت ما اجى الشيخ سعيد لعنا وما عرفت انه راح حتى. بس انا حطيتهم بايدي على السفرة. ابن عمي استهدي بالرحمن ودور بجيبك، بلكي حاطه هون ولا هون ونسيان. لا زهره لا لا لا، انا متاكد 100% اني حطيت غله المحل على الطاوله. مين بده يكون اخذها يعني؟ معقول يكون يلي عم فكر فيه صحيح يا ابن عمي؟ اوعك تكوني عم تفكري مثل ما انا عم فكرها. انا ما بيهمني المصاري منوب، انا بيهمني انه تفكيري ما يكون مصبوط. إيه بس الشيخ سعيد مستحيل يعملها. بس نحن من امبارح لليوم ما حدا فات لعنا ابدا، وباب الغرفه مسكر. انا هلا فتحته بايدي وفتته، ما عندنا ولد صغير مشان يحوس بالبيت ويلعب بشغلات ماله فيها. طول بالك يا ابن عمي، ان بعض الظن اسمه. نحن بايام فضيله ما بدنا نغلط بحق حدا. بس الفقر، الفقر بيقتل، والفقر بيخلي الشيطان يلعب بعقله للبني آدم. بس الشيخ سعيد مستحيل يعملها، بعدين هذا كبيرنا وكبير الحارة كلها. يا ربي دخيلك، كل شيء بالدنيا يطلع صح إلا أنه الشيخ يكون عاملها. أيوة.
عم يسألني أبو أحمد وعم يسألوني أهل الحارة ليش ما عم بطلع من البيت. خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. وبيجي لعند الشيخ سعيد بيقول لي إنه الدين صلاة وصيام وعبادة. شو بدي جاوبه؟ شو بدي أقول له؟ بدي أقول له إنه الدين أمانة صدق؟ والله ماني عارف شو بدي أقول. يا رب ما يطلع تفكيري صح يا رب. إيه وبعدين؟ لإمتى يعني بدك تضل ما تحكي مع حدا ولا بدك تشوف حدا؟ لك يا رجل حتى على الجامع ما عاد رحت صليت معنا شباب. مستحيل صلي ورا الشيخ سعيد. يحرم علي فوتة الجامع طالما هو إمام. لا إله إلا الله. لك هي تاني مرة عم تعطي على الشيخ سعيد، شو عامل لك الشيخ سعيد؟ أبو أحمد إن شاء الله أبي وأمي علموني إنه الله بيستر اللي بيستر، أكثر من هيك ما فيني أقول لك. ماشي ماشي أخي ماشي. أخي أنت أخذ موقف من الشيخ سعيد، نحن شو دخلنا ما عم تحكي معنا؟ مصدوم متفاجئ. لك إذا شيخنا وكبيرنا وقدوتنا سوا هيك شلون باقي العالم؟ شلون بدي أتعامل معاه؟ أنا زهدان أبو أحمد، زهدان من الدنيا كلها. زهدان قلت لي إيه؟ أصلاً أنا ما عاد فاهم رجلي من راسي. لك فاهمني؟ بوس إيدك أبو أحمد. من شان الله كل شي بوقته حلو. خلاص لا تنق علي كتير، كل شي بوقته حلو يا أبو أحمد. لا إله إلا الله. شوف يا أبو شكري، انت وضعك مو عاجبنا بنوب بنوب، وحالتك هي لا بتسر العدو ولا بتسر الصديق. لذلك جينا انا والشيخ سعيد لك بدنا نفهم منك شو القصه، لك شو صاير معك؟ وباذن الله ما لا طالعين من هون لحتى نفهم شو القصه، واذا كان في ضغينه لا سمح الله نصفي القلوب. ما في زوم شيخنا، ما في زوم، ما في زوم يا أبو أحمد، لأنه هذا الموضوع بيخصني إلي وبس. لا وبيخصني إلي كمان، لأنه من يوم اللي إجيت فترت عندك يا أبو شكري وانت قالي بخلقتك، وهذا الشيء ما لك حق فيه بنوب. لكن شو هو الحق شيخي؟ الحق يا ابني يا أبو شكري أنك تجي تعاتبني، لأنه العتب بيغسل القلوب وبيغذي الشيطان اللي عم يوسوس بعقولنا. هذا هو الحق. والله يا شيخي اذا حابب احكي لك ومصر رح احكي لك قدام ابو احمد. تفضل يا ربيع. انا لما عزمتك لهون لعندي على البيت على فطور وكرمتك، انا كنت شايفك شيخنا وكبيرنا وسيد مين حكى بالامانه. بس بعد ما طلعت من هون للاسف صرت تشوفك زلمه تاني. وشو غلط بحقك يا ابو شكري؟ لما كنا عم نفطر انا وياك على هي الطاوله ندق باب بيتي مزبوط؟ مزبوط. اجى شغيلي واعطاني غله المحل، وانا حطيتها هون على الطاوله قدام عيونك وما كان في غيري وغيرك. فجأة سبحان الله فجأة اختفيت. هلا انا بعرف انه الفقر يعمل كل شيء، بس انا يا شيخي عرضت عليك المساعده، وقسما عظما لو انه قايل لي بدك مصاري لاعطيك قدهم 10 دبال. ليش؟ لاني بحبك وبقدرك. بس هيك بتخون مشيختك يا شيخي، خليتني اكره الحاره كلها واكره الدنيا كلها واعتزل البشريه، لاني كنت شوفك رمز، كنت شوفك رمز للصدق والحسنة والخير، وأهم شيء إني كنت شوف فيك الأمانة. بس يا أخي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هلا مشان هيك معتزل الحارة وصل لك مدة ما جيت على الجامع. الله يسامحك يا أبو شكري. يا ابني ما دام ما كنت تحمل الهم هذا بقلبك وتحمل الغل هاد وتتجنى علي كان فيك تجي تسألني ولا تستحي مني وتقلي بحضورك كان فيك يظلي على الطاولة وينه كنت ما رح أزعل منك لأنه هذا حقك لأني كنت أنا قاعد ببيتك. على كل حال اسمع يا ابني، أنا لما شفت كيس الغلي ما عجبني يرنطوا على الطاولة، خفت ينتدر هون ولا هون وضيع من بين ايديك، قمت قمته حطيته بالصندوق هريك اللي فيه القرآن الكريم وفيك تقوم تتأكد بنفسك. رجالك مالك وحلالك يا ابو شكري. انت اتهمت زور بهتان واتهامك اللي كان باطل. الله يسامحك. انا اللي قهرني وبحزني انك مو بس انقطعت عن الحاره وعن الجامع، قطعت حتى على قراءه القران. لو انت عم تقرا القران كنت لقيت مالك وحلالك. يا ابو شكري قراءة القرآن مثل الصلاة والزكاة والصدقة. قراءة القرآن هي حياة بكاملة، حياة مع الله، حياة بالدنيا وحياة بالآخرة. وانت للأسف الشديد انقطعت عن كل هذا الشيء. بتمنى من ربي انك ترجع لنفسك ولذاتك. انت معدنك طيب يا ابو شكري، بس للأسف الظنون اخذتك لبعيد. إن بعد الظن إثم يا أبو شكري. خذ لنا طريق. لك شوفي فوزية، احكي نشفتي لي دمي. ولك لأنه لازم ينشف، الوضع خطير. يو دي على قامتي. شو يعني؟ رح ينخرب بيتي يعني؟ شقي حالك، شقي ثيابك كمان. طولي بالك، مو لتعرفي مين أول القريضة.
أكيد أنا رح يجيب لي ضرة، ما هيك؟ حاسة إنه جوزي رح يتجوز علي. لك لو شفت هيك شي بالفنجان رح كون أول وحدة ببارك له. بتعرفي ليش؟ لأنك بتستاهلي. لك اسكتي بقى، خليني أعرف إلك شو صاير. هي سكتت. الشغلة بتخص جوزك، مصيبة كبيرة ورح تحل عليه. الله لا يوفقه. والله أنا قلت له لا يحط البضاعة بالمستودع إلا ما يدفع عليها ضرائب، بس هو ما كان يسمعني لأنه غشيم. والله غشيم. إيه حلو الكلام وحلو إنه يخبي البضاعة، بس الأحلى من هيك إنه ما يدروا الضابطية فيه. لا لا لا، شو يدروا؟ لا ساعدينا. عندي بس على عيني وراسي. خدي هاي اللي بدك إياها، خدي بس لا تخلي جوزي ينكد علي. تكرم عيونك. شوفي لي شوفي لي شوفي كمان. قلبك صافي ونيتك طاهرة، هاد الشي رح يحميكي انت وجوزك. فوزية قولي لي شو شايفة كمان؟ كل خير، الله وملائكته حارسينكم. هلأ ممكن الضبطية تطب عليه فجأة، بس الله رح يعمي بصيرتهم. تعرفي ليش؟ لأنه قلبك طاهر وصافي انت وياه. ايوه هيك لكر يا ابو ماضي. والله عجبتني هالفكره كثير كثير كثير. اكيد رح تعجبك وقت تشوف شغلك وتقبض وتقبضني حصتي. وجب 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 وجب. ايه 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 ميسره، فضحتنا. وجب. وينك يا ابو ماضي؟ من هون؟ هلا من هون وين بدك تلاقيه؟ هون؟ هلا يا سيدي بدي لاقيه. جنى عني تجاني حبر الاناني انا حكيته. سلام عليكم اب ماضي. ما عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعكرنا خير، شو بدك؟ ولك خير، هلا هيك الواحد بيرد السلام بوش كالح كالح. اسمع رميز، أنا مالي خشخشة. إيوه إلا وإلا بعمل شغلة من سحق مسحة. آها خوفتني خوفتني. دخيلكم دخيلكم، روعة ممطولي. وينك يا أمي؟ هذا الكلام بتقوله للضابطية؟ هذا الوش الكالح ورجيه للضابطية وهي عارفانة انه في عندك اغراض بالمستودع. يخرب بيتك يخرب بيتك. وانا عم بقول انه ابو ماضي رجال زقرت ومعدل، واكيد اكيد اكيد رح يدللني. ايه يعني رح يدللك، بس انا لازم تعرف انه مالي خشخيشة امور. اعوذ بالله. انا خشخيشة لك انت سيبت الجعر الشام كلياتها ولا؟ ايه 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 مو شو بدك؟ قلنا لك يعني احسن ما تعرف الضبطيه بمستودعات السكر والرز والناس مو لاقياني رطل. بسيطه سيك. ايه بس عيب عيب هذا الشيء اللي عم تعمله يا ابو ماضي، عيب. عامز هي حصتك، واذا بسمع انك حكيت كلمه لحدا ما بتلوم الا نفسك، فهمت؟ ما بدي اشوف هالصحن. ها لا عندي حق. عندي عندي يا كريم. ايه تعكرنا. لا تتعكر ولا شيء، بس عيب اللي عم تعمله. ها خلاص هدول لنا. وهدول لمعلمتي احسن شيء. الحمد لله على نعم. ايه والله ايه والله دائما الحمد لله. اصلا كله هذا من ورا زكاكي معلمتي. ايه بلا هك ولكتك هلا، واسمع مزبوط الحكي اللي بدي اقول لك اياه. ايوه 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 معناتها. لك شو صار لك؟ فضحتنا جديده. إيه. اسمع قولي لي قولي لي. هذا يا سيدي، ما انت ايه اليوم كنت عن بيت ابو يسري. إيه.
حاكم بنتهم ندى بدها تتجوز. عقبالي عقبالي انا اتجوز يا رب، بس السؤال انا شو لي علاقه بهذا الحكي معلمتي؟ اخرس وخليني كمل حكي. ايه تفضل. لمعلوماتك انا بجهز للعروس ليله عرسها. ايوه. وبنظفها وبظبطها وبحممها واللي منه شغلات مالك علاقه فيها يعني. يا ويلي يا ويلي، شوفي شوفي شغلات معتبرة يا معلمتي. خراسولا هي أعراضنا الشبك. ايه فعلا فعلا أعراضنا. علي قليل أدب وقليل ناموس. المهم ايه، ندى عندها وحمة ببطنها وفهمك كفاية. ايه وفهمي كفاية. ايه على عيني على عيني معلمتي. وانت العرس؟ ثلاثة الجاي. وجب وجب. يلا شبك واقف مثل اللبخة. لا معلمتي يعني قصدي ما بدك تشربي لنا فنجان قهوة كاسة شاي نعمل لنا عشان احكي لنا كلمتين عربة؟ لك يعني انت بتعرفي انه والله ما في منك يا معلمتي. وحمي على بطنة. يا ويلي شو بتشوفي شوفات حلوة يا معلمتي. ندى يا ندى. مين؟ افتحي افتحي. مين انت؟ قولك افتحي بعدين بقلك مين انا. انقلع ولا عم تتسلى فيني؟ اسمعي وليه؟ اسمعيني منيح، انا بعرف بالوحمة اللي ببطني، فديري بالك احسن ما اضحك بحارة كلها، وتحديدا قدام جوزك العريس. خلاص ولا خلاص رح جيب لك ليره ذهب. ايوا كان من الاول رايحيني ورايحي حالك يا ندى. يلا على السريع جيبي لنا ليره الذهب، خلينا هيك نظبط امورنا. يلا ايه لكن اسمعي يا عروس، المرة الجاي كبري القطعة لأنه هاي ما بتعبي العين. الله لا يوفقك. يا عين يا عين. وحياة عيوني يا خالتي يا فهد، بعمره ما حدا شافني غير امي واختي وهلا جوزي. طولي بالك طولي بالك حبيبتي، الله يرضى عليكي. لك هاي فيها ذبح، عم بيهددني هالابن الحرام شغله موجوده عندي. دخيلك يا خالتي دخيلك. خلص خالتي خلص، انا بعمري ما خاوست مع حدا. لهيك اجيت لعندك، انت حرمه العقيد وبيت سرنا كلنا. اطمني يا بنتي اطمني، محلوله توكلي على الله. مثل ما عم اقول لك، شي بيحط العقل بالكف، شلون هالبنت مرعوبه هالرعبه؟ والله ما بعرف. هالابن الحرام شلون عرف بالوحمه؟ فعلا قصه بتمخول. يا حصرتي عليها يا حصرتي، البنت اكلت رعبه ماكنه من اول اسبوع جواز. فهد في حدا ثالث شايفها غير امها واختها؟ مين بدها تكون يعني؟ هلا هي تجوزت عن جديد ما هي؟ ايه معناتها ما في غيرها. الماشطة اللي بتشوف العروس قبل العرس باسبوع. ايه والله شلون راحت عن بالي هاي؟ ودخليك هي الماشطة فوزية ما هي؟ ايه هي بذاتها. معناتها ما في غيرها. اسمعي لك مفهد شو راح تسوي. بكره الصباح تعزميه على فنجان قهوه. شبكي؟ دخيل قلبك، احكي لي على ابو فهد، قلقانه كثير كثير عليه. العقيل؟ ايه.
العقيد مانو بخير بنوب. لك بعرف بعرف، بس هلأ شو الحل؟ ما في شي ماله حل. الرجال مثل ولد صغير، بس تعتم الدنيا وتليل بيموت من رعبته وبيخاف وبصير بده يتخبى. تخيلي إذا تضايق وهيك يعني انزرق بيفيقني من النوم عشان فوت معه على الحمام. عم تمزحي أكيد. لا ما عم بمزح. العقيد، العقيد يلي ضابع كل رجال الحارة. لك ايه ايه وينك؟ قص اوعك تحكي قدام حدا تفضحي للزلمة. لا قص اكيد ما حافضحه. شبنا عقيد سلام لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للع مخرتي ولا رامز، اطلع من مخي مالي فاضي لك. لا يا سيدي بدك تفضالي، بدك تفضالي أحسن ما أفضحك بكل الحارة. ولك أنت بدك تفضحني ولك ندل؟ إيه. لك واحد برغوت مثل حكايتك ما بيعلم على صرماية أبو فهد العقيد ولك. ولك إذا أنا برغوت على الأقل ما بأرعب بالليل وباخد حرمتي عالششمة لأنه بخاف من العتمة. وعد ولا رماك الديب. ولك شرف معي هلا لشوف. شرف لأرجيك شو بتسعي عند الزعيم. قرب شرفتك. ولك امشي بلا أنا ما بأرعب بالليل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي معلمتي. ولك رامز عم تتقاوى على الحريم بغياب رجالهم وعم تدق عليهم الابواب لك واطي. صلي على النبي نضال. اللهم صل على سيدنا محمد. وانتي ست فوزيه شو شو قصتك مع رامز؟ عم تبتزوا الناس؟ مين هاد رامز؟ انا لا بعرفه ولا بيعرفني. احكي ولا احكي احسن ما اطلع بروحه. احكي يا ندل. احكي له شوف. لك بدك تحكي بالصرماية ولا قسما عظما بشختك بالخنجر بريح العالم منا. بس انا شو دخلني؟ شو خصني فيه؟ انت اللي دخلك. نسيتي شو عملتي مع ندى؟ والله اعلم شو عامله مع غيرها. انا مين ندى؟ اكيد مخربطين. تحكي ولا بخلي الشباب يكفوا شغلهم؟ بحكي 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 زعيم بحكي. الله وكيلك. انا ماني على يعني كانت معلمتي تخبرني كل شيء وانا بس روح جيب مصاري واجي اعطيها اياها. يعني هي اللي خبرتك عن حرمتي؟ لك انا من وين بدي اعرف حرمتك؟ من وين بدي اعرفها؟ ايش شايفني معطى؟ بعدك مصرة انه ما دخلك؟ أمناكي على بيوتنا وعلى اعراضنا. يا خسارة يا خسارة. كرمال الله تسامحني يا زعيم، والله ما بعيدها. بتروحي بتضبي بقشتك وبتنقلعي برات الحارة، واوعك تهوبي مرة تانية على الحارة، لأنه مصيرك رح يكون مثل مصير هالندل. ونعم الرأي يا زعيم. يلا ننقل من هون. وانت ولا رح يكون حسابك عسير بالكراكون. لا يكون لك فكرة، رح نوصي رئيس الكراكون فيك. والله بخلي صوتك يوصل للحارات الثانية.